يوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي بالتوفيق للزوز جمعيات واولى الركنيات في ثلث دقيقه للمباراه. اولى الاهداف هو هيثم الجويني ولا يعمل كريم العموري في زاويه مستحيله، طيب التنفيذ وطيب الهدف اثنين بليلي المروه هل يكون التسديد ام التمرير؟ ترجع الكره لبن فضل يسدد، رائع جدا الهدف ايمن بن فضل في الدقيقة مع اولمبيك الكيف، يرجع الهجوم للترجي، هذا ايهاب المساكلي، مباراة مجموعة وخطير، لكن التكلين كان طيب من وجدي العبيدي، ترجع من جديد، هيثم الجويني يمر لسرع القصوى، الجويني الرابع، خطير هيثم الجويني، متميز الجويني، صاحب الهارت